الصور الرديئة أخلاقيا. هذه الصور اتفقنا واختلفنا لا يمكن إلا أن تعيدنا بالذاكرة إلى عصور ظلام وإلى عصور الغابة، وكيف تحكم الدول بمنطوق ومنظور القوة، قوة الغابة ومبادئ الغابة وقوانين الغابة ودستور الغابة. سوف نندم كثيرا كعرب ما فرطنا فيه وما لهونا حوله وما تم تخطيط لنا بليل كي نلتقط هذه الشراك. أعتقد أنه آن الأوان أن نندم، وآن الأوان أن نلطم الخدود ونشق الجيوب، ليس لمقتل علي عبد الله صالح فقد مات سياسيا منذ فترة، وليس لمقتل القذافي، وليس لإعدام صدام، وإنما لما وصلنا إليه الآن. مصائرنا لم تعد بأيدينا، مصائر الدول العربية لم تعد بأيدي الدول العربية، لا يوجد ملف من الملفات العربية بأيدي عربية، بعقول عربية، بإرادة عربية.